الرئيس السيسي ورئيس صربيا يتبادلان الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت بضرورة وقف إطلاق النار في غزة. على هامش مباحثات القمة، الرئيس السيسي ونظيره الصربي يشهدان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. لليوم الرابع على التوالي، اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة برنامج الحكومة وسط تقارب في الرؤى المطروحة بين النواب والوزراء. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدير مصر البالغ للتاريخ العريق لشعب صربيا، لافتا إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات فيما بينهما. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في مختلف المجالات، وأهمية الانعقاد الدوري لآلية التعاون الثنائي بين البلدين. بداية أود أن أعرب عن سعادتي البالغة باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في مصر في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عاماً، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الصداقة التاريخية بين بلدينا الممتدة منذ بدء علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908، والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز. وأؤكد لكم فخامة الرئيس أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مباحثاته مع نظيره الصربي تؤكد التطلع المشترك للبلدين لاستمرار البناء على زخم العلاقات الثنائية. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه التطلعات تعكس الطفرة التي شهدتها وتيرة التعاون في مختلف المجالات. إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا المشترك لاستمرار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في عقاب زيارتي إلى بلدكم الصديق في عام 2022، حيث عكست الحفاوة التي حظيت بها من فخامتكم والطفرة التي شهدتها وتيرة التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في عقابها، وجود إيمان مشترك بأهمية وضع أساس راسخ لتنمية العلاقات الشاملة بين مصر وصربيا. كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة التي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير، إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لآليات التعاون الثنائي وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعات الاستثمار والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظير الصربي ألكساندر فوتشيتش شهدت تبادلا في الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية. خلال مؤتمر صحفي أضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت كذلك الأوضاع في عدد من الدول العربية وكذلك العدوان على قطاع غزة، مشددا على موقف مصر الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. على الصعيد الدولي تناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، كما تناولنا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة، حيث أكدت الموقف المصري
القائمة على حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بجميع صوره ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ودولة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، ورفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. كما تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان، حيث أكدنا أهمية الدور الصربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون بهذه المنطقة في ظل دور صربيا البارز لتفعيل مبادرة البلقان المفتوح، بما يعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ لقواعد الاستقرار الإقليمي. أكد الضربي ألكسندر فوتشيتش أن مصر وصربيا بإمكانهما تحقيق المزيد من التعاون الثنائي في المستقبل. خلال مؤتمر صحفي مشترك أضاف فوتشيتش أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى مختلف القضايا الدولية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة سبل التعاون في العديد من المجالات. قد وقعنا اليوم عدة اتفاقيات في غاية الأهمية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين. لقد
وقعنا على الكثير من الاتفاقيات الأخرى التي تهم الدولتين والتي سوف تسهم في توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين دولتين. أنا مقتنع أننا سوف نتمكن من فعل الكثير في المستقبل أكثر بكثير مما تم في الماضي، وبالطبع ذلك بفضل فخامتكم ورؤيتكم والدور البارز الذي تلعبونه. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش مراسم توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. تستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وبلغراد في مختلف المجالات. السيدات والسادة، تشهد العلاقات المصرية الصربية زخما متصاعدا منذ الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا، واليوم تأتي زيارة فخامة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لتتواكب مع مرور 116 عاما على تبادل العلاقات المصرية الصربية، ولتشهد انطلاق دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة. اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الصربي السيد تيموسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. خطة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية صربيا، يوقع عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الصربي السيد تيموسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. اتفاق تعاون بين مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ومدينة بلغراد بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد ألكسندر شايتيتش عمدة مدينة بلغراد. اتفاق لإقامة علاقات صداقة وتوأمة بين مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية ومدينة أوزيتسا بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيدة يالانا راكوفيتش عمدة مدينة أوزيتسا. اتفاق تعاون بين مدينة دمياط بجمهورية مصر العربية ومدينة نوفي بازار بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد نيخاد بيشيفاتس عمدة مدينة نوفي بازار. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتوظيف بين وزارة العمل بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل والتوظيف والمحاربين القدامى والشؤون الاجتماعية بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية ومعهد الصحة العامة نوفي بازار بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد زلاتيبور لونشار وزير الصحة. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة الإعلام والاتصالات بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الصربي السيد ديان ريستيتش وزير الإعلام والاتصالات.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للأثار بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري السيد شريف فتحي وزير السياحة والأثار، وعن الجانب الصربي السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للأثار بجمهورية مصر العربية والمتحف الإثنولوجي بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري السيد شريف فتحي وزير السياحة والأثار، وعن الجانب الصربي السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. مذكرة تفاهم للتعاون في الأمور الجمركية بين مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية وإدارة الجمارك بوزارة المالية بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري السيد أحمد كوجوك وزير المالية، وعن الجانب الصربي السيد برانكو رادويكو مدير عام إدارة الجمارك الصربية. أكيد لكم فخامة الرئيس أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتربية، ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام. رحبت السيدة انتصار السيسي بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا تامارا فوتشيتش في زيارتها إلى مصر. خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، أضافت السيدة انتصار السيسي أن زيارة قرينة الرئيس الصربي تأتي امتدادا للعلاقات الوطيدة بين مصر وصربيا. هذا وقد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش. تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتعلقة بليبيا، وكذلك رؤية صربيا لتداعيات الوضع الخاص في أوكرانيا على المستويين الدولي والأوروبي. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولاً وعملاً، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبياً لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله. لليوم الرابع على التوالي وصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب بدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس. استمعت اللجنة إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتستمع اللجنة في الجزء الثاني من الاجتماعات لوزراء التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشباب والرياضة. وقد أكد رئيس اللجنة الخاصة أحمد سعد الدين على أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة، مؤكدا على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين. ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ووزير العمل محمد جبران بيانهم بشأن برنامج الحكومة الجديدة أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة. We'll be right back.
هذا وقال النائب طارق رضوان عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، قال إن الاجتماع يناقش العديد من الملفات والتي تتعلق ببناء الإنسان المصري وتمكينه من حصوله على كافة حقوقه. مناقشة السادة الوزراء تحديدا في الملف المعني به في مجلس النواب، وهو ملف حقوق الإنسان وتمكين الإنسان من حصوله على حقوقه الأساسية، سواء كانت من الرعاية الصحية أو خدمات التضامن أو رعاية الشباب بشكل عام، وفتح مجالات جديدة لاستيعاب طاقات الشباب الجديدة. نتطلع للعرض الذي سيقوم السادة الوزراء بتقديمه، ثم يعني نقوم بعرض إسهاماتنا كل في ملفه على السادة الوزراء، ومن ثم يتم بعدها التعليق من قبل الوزارة وتضمين التوصيات الصادرة من أعضاء اللجنة المؤقتة لملفات العرض التي سيتم عرضها في الجلسة العامة يوم الأحد القادم أمام مجلس النواب بكامل هيئاته. وللمزيد حول اجتماعات اليوم الرابع للجنة البرلمانية المختصة ببحث برنامج الحكومة يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة وننقل لكم أعمال هذه اللجنة المشتركة بين نواب مجلس النواب وأيضا الوزراء المعنيين بمختلف الوزراء الذين جاءوا هنا لمقر مجلس النواب بالقاهرة بوسط البلد ليعرضوا خطتهم خلال الفترة القادمة في الثلاث سنوات القادمة. بالطبع يعني يتم مناقشة هذه الخطة بين النواب وبين الوزراء، ويتم بعد ذلك عرض هذه الأفكار وعلى الجلسة العامة ليتم أخذ التصديق النهائي على خطة الحكومة خلال الفترة القادمة. اليوم كان هناك يعني لقاءات بين النواب وعدد من الوزراء المعنيين بالتعليم والتعليم الفني، التربية والتعليم، التعليم العالي، وأيضا ب يعني عدة وزارات أخرى. اللجنة الثانية اليوم كانت لوزارة الشباب والرياضة والصحة. بالطبع هناك أيضا وزيرة ووزارة التضامن. هذه الوزارات تهتم بالإنسان بشكل مباشر، بناء الإنسان بشكل مباشر، سواء كان في جانب الصحة، جانب الرياضة، وجانب التكافل المجتمعي والتكافل الاجتماعي بشكل عام. تم عرض الأفكار المختلفة من الوزراء، وتم بالطبع الرد الخاص بالنواب واستفسارات خاصة بمدة تنفيذ هذه الأفكار وآليات تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. نتحدث أيضا عن من أهم ملفات أيضا الصحة وتطوير المستشفيات القديمة، إنشاء المستشفيات الجديدة، ولكن أيضا تجهيزات المستشفيات، وهذا يعني ما تحدث عنه أيضا ممثل لجنة الصحة هنا في البرلمان، وتحدث عن أهمية يعني تطوير المستشفيات والمستشفيات الرئيسية منها مستشفى القصر العيني على سبيل المثال. هذه الأفكار كلها بالطبع يتم عرضها على 42 نائبا تم اختيارهم خلال الفترة الماضية رؤساء، بالإضافة لأيضا عرض المساهمات الخاصة بالنواب والفترات الزمنية المتفق عليها خلال الفترة القادمة. هناك استراتيجية أيضا، استراتيجية مصر 2030، وهي ضمن هذه الاستراتيجية أجزاء من الصحة وأيضا الشباب والرياضة، لكن أيضا المختص بالشباب والرياضة هي تأهيل وتدريب كوادر الشباب ليتعاملوا في جميع الملفات، وإن كانت اقتصاديا أو حتى رياضيا. هذه هي الصورة من اجتماعات اليوم، والآن أعود إليكم مرة أخرى. رصد التلفزيون المصري آراء عدد من النواب بشأن اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة. كان مطلوب من السيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير الإسكان طرح برنامج الحكومة وعرضه أمامنا، بالفعل عملوا كده، وإحنا أجرينا كل نائب مداخلاته وتعديلاته. كان أبرزها هو المحلية أصلها دي الشارع عند المواطن، فكل ما يخص المواطن من مشاكل إسكان، من مشاكل في القرى، من مرافق. الوزارتين
مفروض بيعملوا جنبا إلى جنب في خطوط عرضية وأفقية. يمكن كما جاء أيضا من توصيات زميلاتي وزملائي هو التدريب وإعداد الكوادر البشرية، التنمية الأفقية للكوادر البشرية في الوزارتين، مشاكل المحليات، كذلك المشاريع التي شرعت الدولة في تنفيذها، وبصفة خاصة مشروعات حياة كريمة، وضرورة تفعيل التدريب وإعداد الكوادر البشرية للعمل في هذه المشاريع. هذه اللجنة مخصصة لتقييم بيان الحكومة وبرنامج الحكومة لإعطاء تقرير للجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة. جميع الوزراء بيعرضوا التخصصات الخاصة بيهم. الحقيقة احنا ابتدينا بالمجموعة الاقتصادية، وبعديها الصناعة، وبعد كده الإسكان، وبعد كده بقية الوزراء النهاردة، يعني وزراء بناء الإنسان، سواء من ناحية التعليم والتعليم العالي والعمل، وإن شاء الله نكمل مع الصحة في الجلسة بعد الظهر. لكن النهاردة كانت النقاشات كلها تعرف أهمية التعليم بالنسبة للمواطن المصري، للأسرة المصرية، مشاكل التعليم. الوزراء الحقيقة استعرضوا بياناتهم بشكل جيد جدا ورائع. في بداية الجلسة عرضوا رؤيتهم وتصوراتهم، وطبعا استكمل النقاش كالمعتاد، يعني يتاح الفرصة لكافة أعضاء اللجنة في مناقشة السادة الوزراء فيما طرحوه من رؤية، وفي ضوء البرنامج التفصيلي المسلم لنا من قبل تقريبا حوالي 360 صفحة، الذي يتضمن برنامج الحكومة في خلال 3 سنوات، وهو من النقاط الجوهرية التي محل اتفاق ما بين السادة الأعضاء في النقاش، اللي هي فكرة البرنامج 3 سنوات، ان احنا طالبين مصفوفة زمنية وكمية سنوية، بحيث يبقى في النهاية تديني 3 سنوات بس عبر منظومة 3 سنوات كل سنة بحدة، حتى يمكن المحاسبة والتقييم. حدثنا في رؤيتنا في كيف رؤية التعليم العالي في التكنولوجيا والتعليم الحديث المتطور، كليات النظرية أيضا، فتح مجال لجامعات تكنولوجية وتعليم متطور. السيد وزير التربية والتعليم الحقيقة عنده فكر جديد، لأنه يمكن من خلال خبرته في إدارة مؤسسة تعليمية قبل الجامعي، فهو عنده يعني مجموعة من المقترحات الهامة لتطوير التعليم خاصة في الثانوية العامة، وفيما يتعلق بالمناهج والمدرس والفصل التعليمي والعجز في المدرسين، يعني شوية مشاكل الحقيقة أثرهم. نحو مستقبل يليق بالجمهورية الجديدة، تسعى الحكومة الجديدة لتعزيز آليات التواصل والتنسيق لتحقيق الاستقرار على مختلف الأصعدة. استقرار يتطلب عدة عوامل، من بينها آليات التمويل اللازمة والتناغم بين عمل مختلف الجهات التنفيذية. برنامج طموح وضعته الحكومة الجديدة أمامها متعهدة بتنفيذه خلال السنوات 3 القادمة. البرنامج يرتكز على محاور 4، وهي حماية الأمن القومي المصري وبناء الإنسان، فضلا عن اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي. برنامج الحكومة لم يخفل وضع آليات لتمويل تحقيق هذه المستهدفات الرئيسية والمتمثلة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر مجموعة من السياسات الاقتصادية الداعمة لهذا التوجه، ومن أبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ستواصل الدولة تنفيذ بنودها. ولا يخفى أن التمويل وحده بمعنى التدفق النقدي لا يكفي لتحقيق المستهدفات، وإنما في أساليب الحكم الحديثة نجد أن إنتاج البيانات وإتاحتها يمثل أحد أهم أدوات تحقيق أي مستهدف، إلى جانب أن الحاضنة التشريعية المواتية تمنع مناخا أفضل لتيسير عمل الحكومة. أما التنسيق والتناغم بين أجهزة الدولة فهي آلية لا غنى عنها من أجل تحويل أي أفكار أو مستهدفات إلى حقيقة على أرض الواقع، وهو ما سيسعى الفريق الحكومي إلى الاعتماد عليه. ومن هنا تبرز أهمية المجموعات الوزارية التي أعلنتها الحكومة، والتي ستكفل تحقيق التناغم وانسيابية القرارات وسرعة اتخاذها. الجمهورية الجديدة ترتكز
على أسس عدة من أبرزها تعزيز الوعي الوطني سواء سياسيا أو مجتمعيا، ولا يتأتى ذلك إلا بإقامة منظومة قيم مساندة تبدأ من التعليم مرورا بالصحة وتنتهي بتحقيق استراتيجية ثقافية توفر منظومة متكاملة يتولد عنها إنسان واع ومدرك لهموم الوطن وتحدياته وإنجازاته في الوقت ذاته. ورغم التحديات الكبيرة الداخلية والخارجية، إلى أن الدولة قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا عازمون على استكمال طريق التنمية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أخبار السادسة ما زالت تتواصل مع حضراتكم مشاهدين الكرام من على شاشات التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مصر تبلغ الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين. شدد المصدر على أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسة تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. كما أكد المصدر تمسك مصر بعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة. وشدد المصدر كذلك على أن مصر تؤكد دائما على موقفها الثابت بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وعلى ضرورة فتح كافة المعابر البرية مع قطاع غزة وبشكل فوري. أدانت مصر وبأشد العبارات قصف إسرائيل لمنطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، طلبت مصر إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات. أكدت مصر على أن تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخزي. أكدت حركة حماس في بيان لها كذب ادعاءات إسرائيل بأنها استهدفت قادة الحركة في غارة جوية على خان يونس في غزة. وأضاف البيان أن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدينة. وأفادت السلطات الصحية في غزة أن الغارة الجوية التي استهدفت مدينة خان يونس جنوب القطاع أسفرت عن استشهاد 71 فلسطيني على الأقل وإصابة 289 آخرين. هذا وأكد مسؤولون في مستشفى ناصر في خان يونس أن المستشفى لم يعد قادر على العمل، وأن الأطباء يحاولون علاج أعداد كبيرة من الضحايا. أسا! أسا!
بنفطر قاعدين انا وامي الحجه عندي واولادي وحاطين السفره هان لسه بنقول بسم الله ما لقي لك الا هالبومبا نازله برميل ما تقول الا 10 طن نازل. فجاه لقيت حال الخيمه كل الخيمه تبعتي فوقيه تحت الركام. صرت مين بدي اسعف امي ولا بنت الطفله ولا زوجتي ولا اولادي ادور على حالي انا وين انا ايش اللي صار انا بحلم ام بعلم يعني. فجأة قعدت خيمتي بأمان الله إلا هم كل الخيم اللي ورا والعمارة هذه انضربت. وفجأة منجري طلعت تحت بالعافية من تحت الخيمة وجينا بين الشوارع انضرب ضلوا يضرب شغال وجينا على راس الشارع اللي هو انضرب راس الشارع جينا نجري كل الشارع جثث وأشلاء. هذه هي اللي نتنياهو اللي بدو إياها المناطق الإنسانية اللي بحكي عنها مناطق إنسانية. فش عنده منطقة إنسانية ولا منطقة آمنة. أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى 38,443 شهيد و88,481 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي. فجر اليوم استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك في اليوم 81 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 10 على الأقل أصيبوا في قصف استهدف منزلا في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلا على مدخل بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس. عقد البرلمان العربي جلسته العامة 5 من دور الانعقاد 4 من الفصل التشريعي 3 برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. سبق الدور اجتماع للجنة فلسطين لمتابعة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وذلك في ظل العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل. أكد العسومي على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهود البرلمان ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين والوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي. قد أكدنا مراراً وما زلنا نؤكد أن الموقف الدولي المخزي والمتخاذل من المجازر والجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني وآلية تعامل مجلس الأمن الدولي معها على مدار 9 أشهر يجب أن تكون نقطة تحول فاصلة في عادة النظر في القواعد الحاكمة للنظام الدولي الحالي الذي يسير بنا نحو مصير مجهول إذا لم تتوقف سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين. أصبحت دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس غطرستها في المنطقة وتواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني وترتكب المجازر الوحشية وجرائم الحرب في قطاع غزة ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية. إن واقعنا الراهن إذا ما استمر على هذا الحال سيؤدي بالجميع إلى الهلاك، لذلك على الجميع تحمل المسؤولية، ونحن كبرلمانيين تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ومن واجبنا العمل وبتشاركية مع السلطات التنفيذية والسياسية من أجل إيجاد المعالجات الحقيقية لواقع أمتنا المؤسف، وهذا يتطلب تعزيز العمل البرلماني العربي وتوحيد جهود مجالسنا البرلمانية والشورية لتجاوز الخلافات العربية ومعالجتها. فمواقفنا من هذه القضية العادلة لم ولن يتغير، ونسعى دائما إلى تقديم كل الدعم والمساندة لإخواننا في فلسطين في جميع المحافل الإقليمية والدولية، إيمانا بأن تضافر جهودنا وتوحيد مواقفنا هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات والتصدي لهذه الجرائم. ونحن على يقين
بأن المشكلة الجوهرية التي تسببت وما زالت تسبب زعزعة استقرار الإقليمي هي الجرائم المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد سكان مدنيين محاصرين. نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. من جانبها أكدت هيئة القناة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين مصريين، موضحة أنه لا يمكن المساس بقناة السويس أو بأي من مرافقها بموجب الدستور الذي ينص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا. وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع الرئيس الصربي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية. هذا وقد شهد السيد الرئيس ونظيره الصربي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا والسيدة قرينته في إطار الزيارات التي يقوم بها الرئيس الصربي لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية استناداً للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف، فضلاً عما تشهده من زخم متنام مؤخراً. وقد اختتم اللقاء بأن شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين. وكذا عقد مؤتمر صحفي مشترك ألقى خلاله السيد الرئيس بيانا استعرض فيه نتائج المباحثات بين الجانبين، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وجهود تعزيز الاستقرار في منطقة غرب البلقان، فضلا عن الجهود المصرية المكثفة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع، وكذا جهود دفع مسار إنفاذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قامت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بزيارة المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا تامارا فوتشيتش. وقد أعربت السيدة انتصار السيسي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن خالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد.
تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، والتي شهدت انطلاقة قوية بحفل الفنان محمد منير، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والتي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة، والتي تقام على عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ما هي آخر فعاليات المهرجان، وما هي الصورة لديك الآن، وكيف ترى الإقبال من الجماهير؟ تحياتي لك مصطفى ولكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. أولا الأجواء جميلة في حالة الطقس الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة، وفي هذا التوقيت تحديدا يعني يتم ازدياد عدد الزائرين والسائحين على مدينة العالمين الجديدة وعلى المناطق الترفيهية والسياحية المختلفة، منها هذه المنطقة التي نتواجد بها في النورث سكوير والتي تستضيف عدد كبير من الفعاليات. نرى الآن تحديدا عدد كبير من الأسر والمصطحبة لأطفالها يتواجدون في هذه الساحة يستمتعون بمنظر البحر الجميل مع حالة الطقس الرائعة مع الفعاليات التي ربما ستنطلق بعد قليل في هذه المنطقة. هذه الفعاليات هي خاصة ببعض الفعاليات الخاصة بالأطفال وبعض الفعاليات الخاصة بالحيوانات الأليفة. تعلمون أن هناك مهرجان خصص تحديدا للأطفال وهو مهرجان نبتة، سيكون به عدد من الفعاليات والمسابقات للأطفال، ونحن نشاهد عدد كبير من الأطفال الذين يتواجدوا مع أسرهم في هذه الإجازة في مدينة العالمين الجديدة على الممشى السياحي وفي مناطق مختلفة. هذه الفعاليات ستنطلق بعد قليل من هذه المنطقة، وعلى قرب من هذه المنطقة أيضا تتواجد المنطقة التي تستضيف الفعاليات الرياضية. ربما يعني نحن على موعد مع فعالية رياضية مهمة اليوم، وهو تحدي السرعة لكل يعني الذي لديه موهبة في كرة القدم. سيكون هناك يعني هذه الفعالية الخاصة بهم في الملاعب الخاصة بكرة القدم في منطقة الألعاب التي تشهد عدد كبير من الفعاليات الرياضية خلال الفترة القادمة. ربما اليوم أيضا وزارة الثقافة أعلنت أن غدا انطلاق الفعاليات الثقافية الخاصة بوزارة الثقافة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وبالتالي هذا نوع من أنواع المهرجانات الموجودة داخل مهرجان العالمين الجديدة، وستكون يعني فعاليات مهمة للغاية، لأن فعاليات وزارة الثقافة أو المهرجان الثقافي تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول خاص بالمدينة التراثية، هناك عدد من الحفلات وهناك عدد من الفعاليات والعروض الثقافية والمعارض الثقافية التي ستكون موجودة في المدينة التراثية، أحد أهم المشروعات الثقافية الهامة التي خصصت وبنيت على مساحة 260 فدان، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي ستكون على الممشى السياحي وهي خاصة بفرق وزارة الثقافة، سواء فرق التنورة أو فرق الفنون الشعبية التي ستأتي من كل المحافظات والتابعة لوزارة الثقافة، ستقدم كل الفعاليات الفنية الخاصة بها على الممشى السياحي ليستمتع كل الزائرين وكل السائحين في مدينة العالمين الجديدة بهذه الفعاليات. وهذه هي السمة المميزة في مهرجان العالمين الجديدة، وهو التنوع في الفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية أو حتى رياضية. فبالتالي يعني كل زائري مدينة العالمين الجديدة على موعد من الفعاليات الكبيرة والضخمة، والتي كما تحدثت انطلقت بالأمس بحفل الكينج محمد منير، وفي انتظار بالتأكيد كل الفعاليات القادمة والفنانين المشاركين من مصر والوطن العربي في مهرجان العالم عالمين. الصورة واضحة تماما، تمام الوضوح. محمود، شكرا جزيلا لك. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. شهد مهرجان العالمين الجديدة انطلاق أولى فعالياته الرياضية بحضور كبير وبمشاركة نجوم مصريين ودوليين في مختلف الألعاب الرياضية. انطلقت أولى الفعاليات بكرة الطائرة الشاطئية في منطقة مهرجان الرياضة، والتي تعد واحدة من أبرز الفعاليات المقامة ضد المهرجان للعام الثاني على التوالي. بداية قوية لمهرجان العالمين الجديد بفعالياته المتنوعة، حيث انطلقت أولى الفعاليات الرياضية بكرة الطائرة الشاطئية بمنطقة مهرجان الرياضة التي خصصت لإقامة الفعاليات الرياضية المختلفة بها وسط حضور كبير من محبي هذه الرياضة. أجواء لذيذة أوي،
والفايبس حلوه والجو حلو، وال يعني مغيرين شويه رولز كده في اللعبه فمخلينها فن اكتر. طبعا اليوم جميل جدا، حتى مستوى اللعب كبير، في انواع لعيبه من كذا نوع يعني من نوادي ومنتخبات وكذا حاجه، فاللعب بجد كويس والجو كويس قوي والبحر بس زي ما انت شايف. بصراحه الاجواء جامده وبتاع، في الفيو جامد قوي والفولي لعب جامد وبتاع، وناس من منتخبات وحاجات كده، فلعب حلو يعني. كره الطائره الشاطئيه تتواجد ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديده للعام الثاني على التوالي بعد نجاحها الكبير في النسخة الأولى، حيث يستمتع لاعبو هذه الرياضة بأجواء مدينة العالمين الساحرة وسط البحار والأبراج التي تتميز بها المدينة، مؤكدين حرصهم على المشاركة الدائمة في مهرجان العالم عالمين. الصراحة التنظيم هايل، احنا جينا لقينا كل حاجة في مكانها، واللعب حلو قوي كمان، ساعدنا شويه الجو افضل بكتير من امبارح. مدينه العالمين غير اي حاجه بصراحه، انا ما شفتهاش قبل كده، يعني حاجه جديده جدا، وكل سنه بتتطور عن اللي قبلها. انا باجي كل سنه تطورات كبيره وحاجه للسياحه ولينا ولاي حد، فالدنيا حلوه. تنوع كبير في الفعاليات الرياضيه بمهرجان العالمين الجديده خلال الايام القادمه، بمشاركه نجوم مصريين ودوليين في مختلف الالعاب لاستقطاب اكبر عدد من الزائرين لهذه الوجهه السياحيه الدوليه الهامه. ونتحول الان الى اهم انباء المال والاعمال في نشرة السادسه. اخبار المال والاعمال يستعرضها لنا رجائي رمز. اليك رجائي. اشكرك شكرا جزيلا مصطفى. ريام شكرا جزيلا. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. وقعت مصر والصين ثلاث مذكرات تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، كما شملت الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة، ذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة ما بين البلدين. على هامش أعمال منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة في العاصمة بكين، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط عقدت اجتماعين مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، حيث تم بحث التوسع في جذب الاستثمارات الصينية لمصر كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم، فضلا عن سبل دفع التعاون المشترك في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية وذلك في مختلف المستويات الإدارية. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة للوقوف على سير العمل بالهيئة، وخلال الجولة استمع الوزير إلى عدد من المستثمرين ووجه بحل المشاكل التي تواجههم، كما أكد على أهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بهم، كما وجه بتسليم الرخصة خلال أسبوع. وأكد وزير الصناعة والنقل على أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار وذلك في القطاع الصناعي. قام وزير الإسكان شريف الشربيني بزيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب المنشية واحد بمحافظة الأسكندرية، يأتي ذلك عقب تفقده لمشروع صواري، حيث وجه الشربيني بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطات في أفضل حالة والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين. و
وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار العقود الأجلة للنفط بصورة طفيفة مع تقييم المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. انخفضت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة بلغت 0.43% مسجلة تقريبا 85 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.5% مسجلة 82 دولار 21 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.42% مسجلة دولارين 52 سنتا للتر، فيما ارتفعت في المقابل أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.69% مسجلة دولارين 2.33 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت وزارة التجارة والصينية عن أن قيمة التجارة ما بين الصين والدول العربية وصلت إلى 398 مليار دولار، وذلك في العام 2023 بانخفاض قدره 7.7%، وذلك على أساس سنوي. بلغت قيمة صادرات الصين إلى الدول العربية 181.3 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 4.7%، وذلك على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة الواردات من الدول العربية 216.8 مليار دولار بانخفاض قدره 0.6%. كشف صندوق النقد الدولي عن ارتفاع إجمالي لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال العام الماضي إلى 110 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2018. تشير البيانات التي تضمنها تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي إلى بعض المتانة في الأسواق الناشئة رغم المستويات المرتفعة لسعر الفائدة الأمريكية، مما يجذب الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى مصطفى وريهام. شكرا رجائي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار السادسة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي ورئيس صربيا يتبادلان الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت بضرورة وقف إطلاق النار في غزة. على هامش مباحثات القمة، الرئيس السيسي ونظيره الصربي يشهدان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. لليوم الرابع، اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة برنامج الحكومة وسط تقارب في الرؤى المطروحة بين النواب والوزراء. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة الكريمة، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.